تعالوا نستعد مع بعض للنوم. انا من الناس اللي بتحب جدا تعمل بقى وقت السكين كير بتاع النوم دوت او جو الفايبس بتاع النوم دي، اللي هو بتبقى تفاصيل التفاصيل مهمه. فيلا بينا نغسل شعرنا، نغسل بشرتنا ونشوف هنعمل ايه الخطوات اللي جايه. هنلم كده شعرنا باي حاجه كده بالمنظر ده. اول بقى مرحله او اول حاجه هنعملها هغسل بشرتي بالغسول ده، حلو جدا 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 كمان من كير فارما، ريحته يعني تفاح كيوي برتقان، ريحته حلو قوي ويعني بحب بصراحه اغسل بيه وشي الصبح، بس احنا هنغسل بيه بشرتنا دلوقتي بالليل. غسلت بشرتي نشفتها، دلوقتي بقى هجيب القطن ده. القطن ده مش عارفه كلمتكم عنه قبل كده ولا لا، بس هو تحفه من ميني سو، فيها 150 قطنه وب 99 جنيه. هناخد بقى التونر بتاع كير فارما، برضو بينظف البشره التنظيفه من القلب كده المنظر ده، عشان نحس ان بشرتنا نطفت. عايزه اعمل شيفنج لبشرتي بس هاجلها لبكره، فممكن نعمل نظام روتين الشيفنج مع بعض، خاصه اني جايبه جهاز ازاله الشعر من البشره جديد كده، جهاز جديد كده، فكنت عايزه اجربه. فاكتبوا لي كده لو نجربه مع بعض بكره ولا لا. حرفيا التونر ده بيطلع بلاوي من البشره انا مبقاش عارفه ان هي موجوده اصلا في بشرتي او وشي. يعني بصوا مش عارفه هيبان لكم ولا لا، بس ده بشره لسه مغسوله حالا. اللي بعد كده هنستخدم بقى السيرم دوت، نسيت ان انا ضوافري شلتها. بصوا هو انا بحط بامب واحده بقسمها كده على البشره كلها، عشان هو بيدي كده جلو قمر، احطه على بشرتي عشان يرطب حلو لكل البشره. هي بامب واحده بتكفي كل حاجه بصراحه من المنتجات اللي يعني حلوه وسعرها رخيص كمان. هنستنى بقى البشره تنشف شويه عشان نحط كريم مرطب. الفتره دي بيكتب لي نوع كومنتات غريب جدا جدا، هو انت مسيحيه؟ هو انت مسلمه؟ طب ايه؟ جماعه كلنا واحد، سواء ردت ايه او قلت او قلت اي حاجه، فدايما برد اقول فمثلا الاقي بنات تقول لي ايه ده انا كنت فاكراكي مسلمه، او الاقي بنات تقول لي ايه ده وانا كمان زيك على فكره. الفكره مش في اي حاجه، الفكره ان كلنا واحد عادي يا جماعه، احنا طالعين نهزر مع بعض، تستفادوا باي حاجه مني، انا افيدكوا انتوا تفيدوني، احنا طالعين يعني هفان كده. النوعيه دي من الكومنتات بتبقى غريبه قوي بالنسبه لي بصراحه، يعني مش عارفه. المهم انا استخدمت الكريم بتاع ايكوبيل الهيدرات جل ده، امر لاي حد بشرته دهنيه. انا اصلا بشرتي مبتدا وتجفه ومن عليا المايله للجفاف، بس بستخدمه وبيرطب جدا ومش بيطلع حبوب، وهو اصلا بيعالج الحبوب كمان. خطوات السكين كير بتاع بالليل ديت مش بتبقى كتيره خالص. هحط بقى منطقه الشفايف من تناكو من هند، هسيب لكم كل لينكات الحاجات اللي انا استخدمتها هنا. يرطب حلو وبيدي لون كده، بصوا بيفضل لغايه تاني يوم الصبح اما اصحى الاقيه موجود في شفايفي اوريدي. احب الفقرات بقى على قلبي انا ككوكي، ان انا خلاص اعمل سكين كير واعمل كل حاجه واحط البادي ميست اللي انا هحطه مثلا اليوم ده. فانا هستخدم البادي ميست دوت من بابلز، الريحه بتاعت اسمها ايه، بادي ميست ايه، كوكونات فانيليا. كوكونات من احلى الميكسات اللي ممكن، يعني بجد الريحه تهبل تهبل. وبصراحه كده خاصه لو انت متجوزه الوقت تنامي جنب جوزك وانت ريحتك اصلا قمر. خلاص كده احنا خلصنا اخر مرحله بقى، بستخدم الكريم بتاع لونا ده على ايدي ورجلي قبل ما بنام، وبتكمل بقى خالص بان انا بلبس الشراب دوت السيليكون في رجلي قبل ما بنام، وبكده احنا خلصنا الروتين بتاعنا. تصبحوا على خير.